مشروعات تخرج الطلبة دايما بتكون مليانة بالأفكار، وخصوصا لما بنتكلم عن مشروعات تخرج داخل الجامعات المختلفة على مستوى المحافظات، فبنلاقيها دايما فيها أفكار مختلفة وجديدة ومتميزة الحقيقة. علشان كده خلينا دلوقتي نروح للمنيا ونعرف أكتر عن مشروع تخرج طلبة كلية إعلام في جامعة المنيا، والمشروع بيتكلم عن رؤية مصر 2030 واللي بتدعم تقبل الآخر من منطلق نبذ العنف والتطرف بين أفراد المجتمع. مشروع التخرج اسمه بازل وهنتعرف عليه أكتر من خلال التقرير. بصراحة اسم بازل كان أنسب اسم للحملة بعد تغييره أكتر من مرة، لأن البازل ما بيكملش إلا باكتمال كل القطع فيه. لو في قطعة ناقصة فيه وليكن أنا مش متقبلها علشان لونها، هتغير معايا الصورة في الشكل النهائي. إحنا بالظبط زي البازل، ما ينفعش حد فينا ما يبقاش متقبل التاني علشان هو مش متفق معايا في حاجة أو هو مش شبهي. فبالتالي البازل هو اكتر حاجه كانت مناسبه للفكره بتاعتنا، ان كلنا بنكمل بعض، احنا بالظبط زي البازل. ومن هنا اخترنا شعار الصوره تكمل بيك. الفكره لان فكره تقبل الاخر مش سايده في المجتمع او ما خدتش حقها، ان مفيش ناس كتير اتناولتها، والتقبل عامه مش ثقافته مش منتشره. يعني انا من جوايا انا بقول انا متقبل الاخر، بس في التصرفات مش بنبقى متقبلين بعض، او مش بيظهر ده في التصرف عندنا. فالثقافه نفسها مش منتشره في المجتمع يعني، فحبينا ان احنا نلقي الضوء عليها ونتناولها بشكل اكبر. الحمله دي حمله توعويه لنشر ثقافه قبول الاخر والاختلاف، فاحنا عملناها علشان كل فرد يتقبل الفرد الاخر ايا كان، يعني هو مختلف عنه في فكره، في راي، في عقيده، في جنسيه، في لهجه، في لون بشرة، أيا كان. احنا تواصلنا مع الفنانين من خلال السوشيال ميديا في خلال المشروع بتاعنا بازل. معانا الفنان عصام السقا وحسام حسام الدغري والفنان كابتن أحمد سعد والفنانة مادلين طبر، ومعانا الدكاترة من الجامعة دعمونا. معانا دكتور محمد صالحين أستاذ في الفكر والعقيدة دار علوم، ودكتور رحاب التلاوي من قسم الإعلام. لو هو مثلا في طرفين بيتكلموا، ما نسمعش الطرف ونصدر أحكام على الطرف التاني غير لما نسمع للطرفين. ولو حد بعيد عننا، يعني مثلا انا حد قال لي ان فلان ده مش كويس، لكن فلان ده انا ما اعرفوش شخصيا، ما صدقهوش لحد ما اسمع من شخص واثنين وثلاثه واربعه. هو السمع اصلا مش صح ان انا اعتمد على السمع، بس غالبا لما بيبقى فيه اكتر من حد بيقول حاجه بيبقى صح. هتكلم عن اسم المشروع التخرج بتاعي اللي هو بازل. هتكلم عن معنى اسم بازل اصلا. احنا اخترنا بازل لانه الصوره ما بتكملش الا لما بنكون مع بعض، ولازم نكون مختلفين عشان نكمل بعض. فلو في حاجه نقصت منا فاكيد الصوره مش هتبقى كامله ومش هنكمل بعض، فعشان كده احنا اخترنا اسم بازل واللي هو اللعبه مش اللغز.